معانا ام عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. ربنا يبارك لك ويجزاك خير. وفيك يا فندم، اتفضلي. والله يا شيخ كان عندي سؤال بس بسيط. اتفضلي. انا متجوزه بقالي يعني 28 سنه 29 سنه. بس جوزي اتجوز عليا يعني بعد 16 سنه جوازي. يعني انت اتجوزتي وانت عندك 29 سنه وهو وبقالكم 16 لا. سنه؟ ايه؟ انا متجوزه بقالي 29 سنه. طيب يبقى انت متجوزه بقالك 29 سنه وهو اتجوز عليكي بعد 16 سنه. طيب اتفضلي. تعبت في البيت وشقيت وشلت والدته وشلت والده وبعد كده اتجوز عليا. طيب فين السؤال؟ عشنا مع بعض يعني في البيت، احنا عايشين يعتبر مع بعض في البيت. يعني هو الزوجه الاخرى عايشه معاكي في نفس البيت؟ ايوه. في نفس البيت ولا نفس الشقه؟ في نفس البيت، ما هو بيت يعتبر بيت عيله. طيب فين السؤال بقى يا حاجه ام عبد الرحمن؟ انا استحملت حاجات كتير قوي يا سيدنا الشيخ، ولقيت بقى ضرتي دي بعد كده بدات تتحكم فيا وبدات تتعمل عليا. لو كلمت جوز الاهل تدخل في الكلام زي ما كل محامي هي بتدافع عني. طيب انا بقى سيدنا الشيخ يعني يعتبر دلوقتي ماليش اي لازمه في البيت، ولا اي بيستشيروني في اي حاجه، ولا اي حاجه يعملوني عليها. كل طيب. حاجه هي بايديها، حتى الاكل والشرب بايديها، كل حاجه هي بايديها، وعايزه تتعمل ان هي لها السلطه للبيت. طيب كل ده جوزي عاجبه، خلايف اتدخلوا وقالوا له كده حرام وكده غلط، برضه مفيش فايده. طيب هي اكيد حماتك موجوده؟ لا متوفيه من قبل ما جوزي يتجوز. طب مين بقى انت قصدك ان هي بتتحكم في بيتك انت، فيك انت وفي شقتك انت؟ ايوه في شقتك انت. طب وبتسمحي لها ليه؟ ما هو بقى جوزي يعتبر اللي اداها السلطه على كده. اداها السلطه ازاي؟ يعني انت لما تحبي تطبخي حاجه بتيجي تقول لك ما تطبخيش ده؟ لا بتقول لي ما تعمليش اي حاجه في البيت. يعني ايه ما تعمليش اي حاجه في البيت؟ انا مش فاهم يعني ازاي ليها سلطه عليكي. يعني هي بتيجي تدخل الشقه عليكي؟ يعني اسمعي بس يا حاجه ام عبد الرحمن، يعني هي بتيجي تتحاكم ولا انت اصلا موجوعه ان هو متجوز واحده تانية وبيهتم بيها على حسابك انت؟ لا والله لا، مش حكايه اهتمام اصلا. امال ايه؟ اصل انا مش متصور دلوقتي ان ام عبد الرحمن بتكلمني دلوقتي ان جات واحده دلوقتي دخلت عليها الشقه فقالت لها انت تعملي كذا. حضرتك ده هو بيت يعتبر ارياف وغيط والكلام ده يعني. طيب فهي بتتدق فهي انا بقعد في الغيط على طول. طيب هم هي قاعده في البيت على طول يعني، ان هي بتعمل كل حاجه يعني. طيب يبقى انت شايفه ان هي بسبب علاقتها بالناس يعني كوشت على قلوب الناس وكوشت على كمان على البيت، صح كده؟ سلايف اتدخلوا وقالوا لجوزي كده حرام وكده غلط، لازم يكون في عدل في كل حاجه. طيب قال لهم لا انا سايبها دي في الغيط علشان مثلا ترتاح، بس انا مش مرتاح، انا لا انا وشي اتحرق من الشمس وتعبت. طيب يا ستي بصي يا ام عبد الرحمن هقول لك انا هسالك سؤال بس بعد اذنك. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. احنا كمان انا يعني يلا. يعني انا المفروض ان انا اعيش معاها ولا اعمل ايه؟ طيب اجاوب عليك يا ام عبد الرحمن، كويس ان انت سالتيني السؤال ده. انت من حقك ان انت تعيشي حياه مستقله ومنفصله عن ان انت تعيشي في البيت ده. يعني من حقك اذا كان جوزك قادر يجيب بيت تاني تعيشوا فيه منفصلين، ده من حقك. المساله ان انت ما يكونش هو قادر على ان هو يعمل ده. فاذا كان مش قادر ان هو يعمل ده فعليه ان هو يعدل بينكم، وعليه ان هو يكون راجل يتعامل معكم برحمه انتوا الاثنين. فعليه ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو ما يخليكيش تعملي العمل الشاق اللي انت بتقولي بعد الشر، يعني انه حرق وشك بعد الشر. ربنا يحفظك ويحفظ صحتك وعافيتك يا رب. فالحل ببساطه خالص ان انا بقول له هو اياك تظلمها، اذا ظلمتها هذا ظلم وهذا تضييع. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول. فما يجوز ان انت تعمل ده، واتقي الله فيها وحاول بقدر الامكان ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت ترحمها وتجعل قلبك يصل الى تقوى الله سبحانه وتعالى بانك انت لا تكلفها ما لا تطيق. فاتق الله في زوجتك لانك ستحاسب اول ما تحاسب على هذه المراه. يا ساده
احنا اتكلمنا النهارده عن الخوف الزائد على الاولاد، انا كمان عايزكم كمان تخافوا على بعض. لازم تخافوا على بعض، بس ما تخافش خوفنا خوف زائد. عايزكم تخافوا على بعض بمعنى ان انتوا تامنوا بعض. السؤال الاخير ده وجع قلبي، اذا كنت انت مش قادر تدير حياتك مع زوجتين فاتق الله سبحانه وتعالى. وانا بقول يا ناس، اذا ما كانش كل واحد فينا هيبقى امان التاني، ازاي هو هيذوق حلاوه الايمان؟ خليكم امان لبعض عشان تذوقوا حلاوه الايمان. احلى حاجه توصل الايمان لقلبك هو ان انت تحس ان قلبك ما يطقش ان هو يؤذي حد. يا رب اجعلنا دايما في امانك، واجعل قلوبنا رقيقه لا يمكن ان تكون ابدا في ضيق احد او في اذى احد او في اذى احد. واجعلنا يا رب تكون علامه ايماننا ان نكون امانا لغيرنا. يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين، الهمنا وامد قلبنا بالرقه والمحبه والموده لاهلنا ولكل من حولنا. يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين، رحمتك بنا واجعلنا من الراحمين يا رب العالمين.